صباح الخير. كيف ما برمناها عوجة، وشي انه تزبط من ميلة بتخرب من تاني ميلة، وكأنه قانون انتخابي وطني عصري، مهمة مستحيلة ببلد العجايب. وبدل القانون الواحد خلوهم 18 لكل طائفة ومذهب قانون، والمشاريع أمام الهيئة العامة حرزانة، وكل زعيم ينقي ويستحلي على ذوقه. وإذا الطائفة الوحدة بدها أكثر من قانون بحسب التوزيع المناطقي كمان، ليش لا؟ وهيك الكل بيكون راضي، ومنكون خلطنا حابل الأكثر بنابل النسبة. ووفقا للدستور المقدس بيبقى لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية مصانة فيها حرية التعبير بأبهى حلة. من بعد عن السياسة ومنقرب صوب النشاطات الخيرية، الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين واحدة من الجمعيات اللبنانية يلي بتصب اهتماماتها وأهدافها لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. قدرت هالجمعية من خلال سنوات من العمل أنه تحقق إنجازات عديدة، وبهدف دعم هالجمعية وهالسنة ومثل كل سنة كان حفل العشاء الخيري بحضور شخصيات سياسية واجتماعية. تقرير بيلقي الضوء للزميلة باميلا نبهان، منتابعه هلأ. من 33 سنة حلمت وطبقت الحلم، حلمة السيدة رندا بري بتأسيس جمعية لرعاية المعوقين وتحويل الإعاقة إلى أمل، إبداع وعطاء. فأطلقت الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين اللي كبرت سنة بعد سنة لتساعد اليوم أكثر من 1000 معوق سنويا وتأمن لهم حياة واستقلالية مثلهم مثل غيرهم. وطبعا ما بيكتمل الحلم من دون دعم المجتمع المدني، فلبت دعوة مثل كل سنة المجتمع المدني إلى العشاء الخيري السنوي للجمعية لجمع التبرعات لتتمكن من المضي قدما بنشاطاتها وإنجازاتها. عشان اليوم هو لدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين عندها أكثر من فريق رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندها فرق من الميني فوتبول لفاقدي الأطراف، كرة السلة، كراسي، ألعاب القوى، السباحة وغيرها من الألعاب. فهالفرق هيدي موجودة وعم بتشارك محليا ودوليا وإقليميا بأكثر من مباراة ومشاركات. الجمعية بدأت في سنة 82، وكنا من أول المبادرين والمفكرين بضرورة إعطاء ذوي القدرات الخاصة فرصة الرياضة، لأن جزء من العلاج وجزء من الدمج الاجتماعي وأيضا جزء معنوي كبير جدا. هذا عدا عن تحقيق أحلامهم فيما بعد حين أسست الاتحاد الرياضي للمعوقين وأصبحت اللجنة البارالمبية. أنا بشارك بهيك احتفال بتنظمه الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين، ومن شي 3 سنوات تقريبا كان لي الشرف كون ضيف شرف بهيك احتفال، وألقيت كلمة عن المعاقين وعن السياسة المتبعة وعن النشاط اللي بتقوم فيه هذه الجمعية. نحن بلبنان بعتقد الجمعية هي عم تهتم، وفي جمعيات أخرى عم تهتم أكثر من ما الدولة عم تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة. في الواقع يعني لما بيحضر هيك احتفال وبيساهم فيه الواحد بيشعر حاله أنه عم يدعم قضية ناجحة قدرت توصل يعني خدمات للناس المحتاجين. أظن أنه لبنان ما في شيء خلاه واقف على إجراء إلا وجود جمعيات تتعاطى العمل الخيري والعمل العام، لأنه ما تقدمه يعوض عن الفقدان الذي تتسبب به تقصير الدولة
مع كل العالم بكل المجالات. وباللبنان أنا ما شفت كتير في هالاهتمام، مثلا ما بدهم كتير لحتى يصير في الواحد بيقدر يكون يفوت أوتيل يكون معاكين يفوت محلات يكون منبسط لأنه اسمع أنه عم بيعملوا جمعية عم تعمل هالأشياء. بهنيهم كتير، هيدا الشيء بيأثرني وبحب أني أكون مساعدة، لأن أنا بعتبر الإنسان إذا ما ساعد غيره أو كان قريب لغيره ما بيكون عنده لا محبة ولا عاطفة للآخر. نظراً لأهمية الرياضة بحياة المعوق لإبراز إمكانيته وتنمية قدراته الجسدية والنفسية واندماجه بالمجتمع، قررت الجمعية تخصيص نشاطها لتطوير الرياضة بحياة المعوق، فارتأت بتطوير النادي الرياضي وتأهيله بالإضافة لتأسيس الاتحاد الرياضي لذوي القدرات الخاصة لأول مرة بلبنان بالإضافة لغيرها من النشاطات. لتأكد على أهمية إدخال الرياضة بحياة ذوي الاحتياجات الخاصة، قررت أيضا السنة تكريم الرياضي علي جواد اللي تمكن من الفوز بميداليات وجوائز بالرغم من إعاقته الجسدية اللي ما حدته ولا منعته من تحقيق أحلامه. Man comes in, he said, you have a gift. اليوم أكبر دليل على أنه الإعاقة تحول إلى طاقة هو علي جواد اللي هو ضيف الشرف واللي هو إنسان بالفعل أثبت قديش تحدي الحياة وتحدي الإعاقة شو بيعمل بالإنسان. There's a lot of disabled people in Lebanon and they don't have the opportunities that I did back in London, so I just hope that you know, raise a lot of money tonight and it goes to people that need it the most. في كتير ناس عندهم محدوديات مش منشافي، هاي المحدودية منشافي وبسببها عم ينحرم من كتير فرص، لازم نعطيه فرصته بكل القطاعات الحقيقة، ما نحرم الوطن من عطاءاته لأنه هودي ناس عندهم محدودية يمكن جسدية بس عندهم إمكانيات كتير تانية. الشغل اللي عم تشتغله ست رندا صراحة شغل كتير حلو وعم يشمل كل النواحي. ست رندا من زمان مستلمة على القصة الكبيرة، ما لازم يكون في معوق ما حدا شايله ما حدا داير باله عليه. يعني اخر الوقت عم بتشوف صحة الاولاد، ذكاء الاولاد، والاهل مبسوطين وكل العالم عم تاخد نتيجة. هيدا بعتقد يلي عم بيشجعها انه تضل بهيدا المضمار تعطي وتعطي وتعطي. الاتكال على الناس اللي عم بيساعدوا على الارض، نحن هون لندعمها وانا مسرورة كتير انه يكون مع الجميع. الله ياخذ بايده وان شاء الله كلهم يكونوا هالنسوان الوزراء والنواب يحتزوا حزوه ويعملوا مثلها. بالبافيون رويال تم اللقاء، اللقاء حول الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين لتقديم الأمل بالحياة، الحلم، الانخراط بالمجتمع والسعادة، وليكون كل شخص فرد فعال بالمجتمع اللبناني. من الأخبار الرياضية إلى الأخبار البيئية، إهمج تحديداً هالبلدة أو الضيعة يلي بتهتم بالنشاطات البيئية صيفاً كما شتاءً، والدليل يلي رح منشوفه بالصور أو الفيديوز. إذن لجنة أرز إهمج بالاشتراك مع البلدية نظمت نشاط نهار السبت الماضي على تلجات إهمج وعلى مدخل غابة الأرز، نشاطات رياضية بيئية بنفس الوقت. كان في لايف دي جي، لايف ميوزك، عم نشوف الناس فأزان كيف كانت عم بتقضي نهارها. هالنشاط بلش الساعة 2 الظهر وكفى لغاية ساعات الصباح الأولى من نهار الأحد،
وطبعا للتدفئة كان في نار مجهزة، كومة نار مجهزين، والناس كانوا عم بيقصدوا قهمج بهيدا النهار من كافة المناطق، مش بس من منطقة جبال أو قهمج والمناطق المحيطة، إنما أيضا من بيروت. كان في عدد كتير كبير من الناس يلي واصلين من بيروت ومن الشمال ليشاركوا بهيدا النشاط. في فيديو كمان بيفرجينا تفاصيل أكتر رح نشوفه. بالحبايب سلم لي على اللي كان يحبه.